محاضرة تتكلم على الـ Probabilistic Safety Assessment PSA using Microsoft Excel. والأجندة إن إحنا هنتكلم الأول على الـ Polynomial Algebra والـ Addition Law والـ Multiplication Law، بعدين نتكلم إزاي نتعامل نفس الـ System زيت بمونتي كارلو ميثود، هنعمل بعد كده Introduction to Microsoft Excel، بعدين ناخد اكزامبل بسيط للاديشن لو واكزامبل تاني على المالتيبليكيشن لو باستخدام المايكروسوفت اكسل ايذر باي البولينيال الجبرا او المونتي كارلو ميثود. وبعدين ناخد عشان نفهم السيفتي سيستمز هناخد اكزامبل سيستم اللي هو الفاير بروتكشن سيستم، وبعدين هنانتروديوس ريسيرش بيبر ونشوف النتائج بتاعتها ازاي عملوا بي اس اي اناليسيس وحسبوا التوتال بروبابيلتي اوف فيلير ا داي للووتر انجكشن سيستم، وبعدين نعمل نفس الموديل باستخدام مايكروسوفت اكسل ونقارن النتائج سواء للووتر انجكشن سيستم او للفيرست شت داون سيستم اللي هي الكنترولات. المالتيبليكيشن لو اول حاجه هنتكلم عليها المالتيبليكيشن لو. كل سيستم او كومبوننت سواء في مفاعل او اي منشاه صناعيه بيبقى ليه probability of failure. فليكن انا عندي two components A and B. A لي probability of failure BA و system B لي probability of failure BB. المفروض ال AND معناها ان لازم عشان السيستم يحصل له failure لازم الاثنين يحصل لهم failure، ودي بتحصل عندي في systems بنقول عليها فيها redundancy. redundancy يعني ترجمة كلمة redundancy يعني إسهاب، يعني انا ممكن بدلا ما استخدم valve استخدم two valves or three valves. فطبعا بمجرد ان انا بعمل عملية الضرب probabilities معناه ان total probability of failure بتقل. فالفلسفة بتاع redundancy ان انا لو كنت عاوز اقلل total probability of failure لسيستم معين، بمعنى لو انا زودت كمان component C بيأدي نفس الفانكشن ومتوصل امبرل زي ما احنا شايفين valve 1 valve 2 valve 3 دول redundant، فانا ممكن دلوقتي اقلل التوتال probability of failure. فهنلاقي ان total probability of failure لو كان عندي 3 component BA multiply BB multiply BC، وده بنقول عليه general multiplication law، يعني هو البرودكت من I بتساوي 1 لN سواء انا عندي كام كومبوننت وهم بيبقوا ايدنتيكال كومبوننتس. طيب يبقى الفلسفه بتاع ريدندنسي ان انا عاوز اقلل التوتال بروبابيلتي اوف فيلير لسيستم معين، بس بيبقى في حاجه تانية، بيبقى عندي توتال كوست. السيفتي سيستمز في اي منشاه صناعيه او في المفاعلات عموما بيبقى لها كوست، فمش معنى ان انا عاوز اقلل probability ان انا هقدر ازود components او هزود عدد الكومبوننتس البارلل كومبوننتس زي ما انا عاوز. لا، هو بيبقى فيه تريد اوف، يعني ان انا لازم اشوف انا عاوز اقلل probability of failure لقد ايه وفي نفس الوقت التوتال كوست بتاع السيستم بتاعي قد ايه. ده اول حاجه اللي بنقول عليها multiplication law. الاديشن لو، لو انا عندي سيستم متوصل ان سيريز زي فالف بامب هيت اكشينجر جزء من السيستم، السيستم ده كله عشان يفيل ممكن يفيل نتيجه للفيلير بتاع الفالف، وفي نفس الوقت البامب ما حصلهاش فيلير والهيت اكشينجر ما حصلوش فيلير، او ممكن يحصل فيلير تو كومبوننتس الفالف والبامب والهيت اكشينجر ما يحصلوش، فهو بيعتمد which component fail. فهنا انا بمثله بالاور جيت، بالاور ان الفيلير هيحصل لو حصل فيلير في component A or component B، فده يؤدي لحاجه بنقول عليها addition of probabilities of failure. فانا لو عندي بس two components just two components هبدا وليكن هم الفالف والبامب، التو components ببساطه اللي هم A and B، امتى السيستم ده كله يفيل؟ لو ال B حصل لها فيلير والبروبابيليتي بتاعتها BA، والكومبوننت الثاني حصل له سكسس، فهو عشان ينجح يبقى واحد ناقص ال PP، فده معناه ان انا الترم ده يعبر الاولاني يعبر عن probability of failure لكومبوننت A
والسكسس للكومبوننت التاني، او ان التاني هو اللي يحصل له فيلير اللي هو بي، وايه يحصل له سكسس. ده احتمال وارد، او الاتنين يحصل لهم فيلير. فانا لو عملت سم للكلام ده هوصل في الاخر لمعادله بسيطه جدا، ان انا عشان اجيب التوتال بروبابيليتي اوف سيريال لتو كومبوننتس متوصلين ان سيريز بيساوي بي اي زائد بي بي ماينس بي اي بي بي. فانا دلوقتي كاني بقول ايه، كاني لو انا عندي راسم الفين دياجرام ده، ادي البي اي كلها وادي البي بي كلها، منطقه التقاطع بتاعتهم هي المالتيبليكيشن بتاعتهم، فكاني شلت الجزء المشترك ما بينهم. هم لو انا دخلت الـ 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 الجزء الاولاني ده والجزء الثاني على بعض وشلت الحته اللي في النص دي، معناها ان مفيش تكرار حصل، واهم حاجه ما يحصلش تكرار وانا بعمل ان انا بعمل probability ازيد، لان كاني حاجتين حطيت قطعت. لو انا قطعت حته ورقه بالشيب ده وقطعت حته ورقه تانية بالشيب ده وحطيتهم فوق بعض، لا انا عاوز اعمل one system، فاكيد اشيل الحته الزياده في ورقه من الاثنين اللي هي الورقه ولتكن بي، اشيل الحته الزياده ديت بحيث يبقى عندي whole system. طيب لو انا عندي 3 components بنفس الفلسفة برضو، انا عندي A و B و C، ففي احتمال ان A يحصل لها failure و B و C يحصل لهم success، او ان A يحصل لها failure و B يحصل لها failure و C success and so on. فانا ممكن اكتب الاحتمالات دي، واضح انها كتيرة، بس هي logic ان اول حاجة الـ A fail والـ B success والـ C success، fail success success، وبعدين fail success success اللي هو B، وبعدين الـ C fail وبعدين success success. فانا كتبت لحد هنا، وبعدين ان A و B يحصل لهم failure و C success، او ان A و C يحصل لهم failure و B success. فانا لو تنتني ماشي مع اللوجيكس دي للاخر هيطلع لي المعادلة دي. المعادلة دي لو انا برضو بصيت لفين دياجرام كأني ثلاث دوائر قطعتهم فوق بعض وانا عاوز اعمل منهم one system، فانا عاوز اشيل الاجزاء الزيادة، فهنلاقي ان انا جمعتهم في الاول وبعدين شلت التقاطعات اللي هي BA multiply BC التقاطع الاول، ولو شلت التقاطعات ديت هلاقي ان الحته ديت في الثلاث ورقات اللي انا مقطعهم بقت فيكنت، فانا مضطر ازود تاني الجزئيه دي. ده لو انا عاوز افهم الموضوع باستخدام الفين دياجرام. فانا من المره الاولانيه ومن المره الثانيه ممكن اعمل جنرال رول. الجنرال رول بسيطه خالص، ان انا بعمل عشان اجيب لحاجات معمول لها اديشن التوتال بروبابيلتي اوف فيلير بيساوي السميشن بتاع الكومبوننتس الفيليرز بتاع الكومبوننتس ماينس السميشن من اي واحد لان ماينس واحد ومن جي واحد لان انا بعمل عمليه ضرب اي بي اي بي 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 اي بي سي بي 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 سي اللي هم الثري ارياز اللي ما بينهم. طيب وفي الاخر اعمل اديشن للترم ده اللي هو حاصل ضربهم. بس في المرة اللي فاتت احنا كنا هنا الاشارة ماينس وكانوا اتنين مضروبين في بعض، اما بقوا تلاتة كومبونت بقت الاشارة بوزيتيف، فانا هعمل ترم هنا ماينس واحد ان زائد واحد. يعني لو عدد الكومبوننتس اتنين يبقى ان زائد واحد هتبقى بتلاتة، ماينس وان تو ذا باور اوف ثري هتديني ماينس وان، يبقى كأني جبت الماينس ده. طب لو عدد الكومبوننتس 3 زي السيستم اللي عندي هنا، يبقى ان بلس 1 عدد الكومبوننتس 3 يبقى دي 4، يبقى ده هتديني بوزيتيف وحاصل ضربهم مع بعض. فدي جنرال رول. فانا بحتاج اعرف تو ايكويشن، الايكويشن دي والايكويشن اللي انا عملتها في المالتيبليكيشن لو. لو انا عرفت التو رولز دولت خلاص الموضوع انتهى، اي سيستم اقدر اجيب التوتال بروبابيليتي اوف فيلير بتاعته. ساعات بيبقى عندي حاجه تانية،
بنقول عليها ترينز، بمعنى ان ممكن يكون عندي ايدنتيكال سيستم زي كنترول رودز، كل كنترول رود الفيلير بتاعه ما بيعتمدش على الفيلير بتاع الكنترول رود التاني، كل واحد فيهم له سيستم بقول عليه ترين. فانا عندي ترين 1 ترين 2 ترين 3 ترين 4. عشان يحصل فيلير ممكن في كونديشن ان 2 اوت اوف 4 يحصل لهم فيلير، 2 اوت اوف 4. يعني ساعات مثلا اقول امتى الفيرست شت داون سيستم يفيل، مثلا لو انا عندي 4 كنترولرز، لو قلت ان 2 من الكنترولرز فيل اللي هو ينزل في الكور، يبقى كده بقى عندي السيستم فيل، فدي بنقول عليها 2 اوت اوف 4. طب لو انا كان عندي 8 كنترولرز، فممكن اقول 2 اوت اوف 8 معناها ان السيستم فيل. ان لو 2 او اكتر من الكنترولرز حصل لهم فيلير انهم ينزلوا للبوتوم بوزيشن، ده معناه ان السيستم بتاعي فيل. البروبابيلتيز في العاده بتاعت الترينز بتبقى متشابهه، لان كل السيستمز بتاعت الكنترول رودز متشابهه، هم اندبندنت وايزوليتد، كل كنترول رود ليه السيستم الخاص بتاعه، بس في نفس الوقت برضو ممكن الاقي ان التوتال بروبابيلتي بتاعت السيستم ده ذا سيم. فانا لو الجنرال ايكويشن لو عاوز اكتبها امتى السيستم ده يحصل له هو 2 اوت اوف 4 2 فيل، فانا لو قلت هنا ان الاولاني يحصل له فيلير والتاني يحصل له فيلير وده سكسس سكسس عظيم، او ان الاولاني يحصل له فيلير والتالت فيلير وده سكسس وده سكسس اللي هي المعادله الثانيه، او ان الاولاني يحصل له فيلير وده يحصل له فيلير ودول يحصل لهم سكسس، وبعدين ابدا من رقم 2 ده يحصل له فيلير وده يحصل له فيلير تمام وده يحصل له سكسس وده يحصل له سكسس، وتنيني ماشي كده اكتب المعادلات دي، وهنلاقي ان المعادلات دي لو قلت البروبابيلتيز بتساوي بعض b1 equal b2 b3، فهنلاقي equal b اقدر اعمل ريدكشن للايكويشن دي بسهوله، هنلاقي انها بتساوي 6 b سكوير multiplied 1 minus b، لان هم عددهم 1 2 3 4 5 6 اهو 6 بي سكوير 1 ماينس بي الكل سكوير. طيب لو هم 6 ممكن يطلع المعادله برضو 15 بي سكوير 1 ماينس بي كل 4 بنفس اللوجيك. فانتوا لو جربتوها هتلاقي ان انا لو عندي ان هتلاقي انها بي سكوير وملتبلايد بكام، لو انا دي 6 هم كان عددهم كام؟ 4 يبقى هجمع 3 زائد 2 زائد 1 يبقوا 6. طيب لو العدد 6 يبقى هجمع 5، يعني من اول n ناقص 1، 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 فيطلع لي 15. فدي ممكن تجيب جنرال ايكويشن ليها بمنتهى السهولة. مونت كارلو ميثود بتسهل الموضوع اكتر بكتير، لان انا دلوقتي ممكن يبقى عندي لوجيكس 0 و 1، معناها بمعنى ان انا عندي مثلا لو انا عندي السيستم ده وعندي اند، امتى يحصل فيلير لو ده حصل له فيلير وده حصل له فيلير، فانا عاوز احط كونديشن يدل عن الفيلير ده وكونديشن يدل على الفيلير ده، لو اتحققت تو كونديشنز معناها هستخدم AND. الAND لوجيك بتقول لو C1 بتساوي 1، 1 هنا أنا واخد إنها بتساوي fail و0 يعني success، فأنا لو خدت إن الAND اتحققت معناها إن الاتنين اتحققوا C1 equal 1 and C2 equal 1، الاتنين اتحققوا يبقى السيستم حصل له failure. طب إيه هو الكونديشن ده؟ لو أنا عندي مثلا probability of failure ببوينت 2 زي ما احنا درسنا في مونت كارلو ميثود، لو انا خلقت راندوم نمبر والراندوم نمبر بيبقى من 0 ل 1، الراندوم نمبر ده لو حطيت كونديشن قلت لو الراندوم نمبر اقل من قيمه البروبابيلتي حط لي 1، معناها ان البروبابيلتي اتحققت، لو اكبر منها حط لي 0.
كأني قسمت الواحد لتو ريجونز، جزء يعبر عن الفيلير وجزء يعبر عن السكسس. الجزء اللي بيعبر عن الفيلير باوندد بالكونديشن اللي هنا، فاحنا ممكن نقول ان البروبابيليتي اوف فيلير لو كانت بي 1 از ليس ذان راندوم نمبر ار 1، يبقى حط لي سي 1 بتساوي 1، اذروايز حط سي 1 ايكوال 0. بنفس الحكايه برضو ممكن اعمل الكلام ده لسي 2، فانا هنا محتاج اخلق تو راندوم نمبرز. لو التو راندوم نمبرز الاولاني حقق الكونديشن ده فلقيت القيمه هنا بواحد زي ما هنشوف كمان شويه باستخدام الاكسل، وده طلع بزيرو هتلاقي الكونديشن ده بزيرو، لان هما لازم الاثنين يبقوا بواحد عشان الاند بتاعتهم تبقى بواحد، يعني لازم يحصل الفيلير في الاثنين عشان تبقى كده. ده بالنسبه لو انا خلقت تو راندوم نمبرز. طيب انا ممكن اعرف الافرج بيهيفير لو خلقت عدد كبير من السيناريو زي ما كنا بنعمل في محاضرات المونتي كارلو ميثودز، او عدد كبير من الراندوم نمبرز. هنقدر نعمل سامبلينج كويس ونوصل لقيمه اند الحقيقه زي ما هنشوف دلوقتي، وممكن بسهوله جدا استخدم المايكروسوفت اند اور فانكشنز في ان انا اوصف الكلام ده. طيب نروح للمايكروسوفت اكسل ونشوف ازاي هنقدر نعمل الكلام اللي اتعلمناه. بس قبل ما نستخدم الاند والاور ونعمل نموذج للسيستم البسيط الاديشن والمالتيبليكيشن، هندي انترودكشن بسيطه عن المايكروسوفت اكسل. انا فاتح دلوقتي اول شيت هنبدا فيه في المايكروسوفت اكسل. هنا انا اللي حاطط الاسامي او الكلام ده عشان جاست نمشي بسيكونس معين. اول حاجه في المايكروسوفت اكسل انا بيبقى عندي سيلز، كل سيل بقف عليها وليكن السيل ديت هي مكتوب بي، ده رقم الكولوم اسمه بي، ورقم الرو 1، فبيبقى اسمها بي 1. طب لو وقفت هنا هتبقى A1، وقفت هنا هتبقى C5، فكل سيل من دولت لها اسم. الاسم ممكن اللي عاوز اعرفه بقى بشوف فوق هنا كده في الجزئية دي، هلاقي اسم السيل دي هتبقى اسمها C5. اي سيل ممكن احط فيها اكتر من نوع من الداتا. اول حاجة ممكن احط فيها تكست، يعني اكتب اي حاجة، وليكن الحاجة اللي كتبتها ديت كتبت اي كلمة. فانا دلوقتي اقدر احط تكست معين، والتكست دوت ممكن بس عشان عملية التنظيم، وفي بعض الاحيان بيكون الداتا اللي انا بعملها انتري على هيئة نيمز او تكست، وبرضو ممكن اقدر اعمل لها بروسيسنج، او ممكن احط نمبر زي اي نمبر ممكن يتحط، وليكن النمبر دوت نمبر مثلا وليكن 1، او ممكن احط equation. الايكويشن هنا بتختلف شوية، بتختلف في ايه؟ ان لازم الايكويشن تبدأ بايكوال. وانس ان انا حطيت ايكوال معناه ان في ايكويشن هكتبها. الايكويشن دي ممكن تبقى بسيطة جدا، بمعنى لو انا في السيل E1 حاطت 1، في السيل F1 حاطت رقم 2، فانا بمجرد ان ابدأ هنا واقول ايكوال 1 بلس، اقف عليها ويكتبها دايركت 2 واقول انتر، فاوتوماتيك هيقدر يحسب الايكويشن. فانا عندي انتريز على هيئه تكست او نمبر او ايكويشن، دي البدايه. اي سيل ممكن اقدر اعمل فيها الكلام. وكمان عندي راندوم نمبر جنريتور. ان راندوم نمبر جنريتور ممكن اعمله بسهوله جدا باستخدام المايكروسوفت اكسل، بان انا اكتب كلمه. هو في راندوم نمبر جنريتور زي ما اتعلمنا في محاضرات المونتي كارلو، يعني في برضه له سايكل وله سيد، وفي مود معين بستخدمه،
والحاجات دي كلها بتجنريت راندوم نمبرز، ولو دخلت على الفيرجن بتاعك بتاع المايكروسوفت اكسل هتعرف هاو هي جنريت المعادله اللي بيستخدمها عشان يعمل راندوم نمبر. فانا لو كتبت ببساطه كلمه راند وفتحت قوس وقفلته وقلت انتر، فانا كده عملت راندوم نمبر. الراندوم نمبر ده بين 0 اند 1. طيب امتى الراندوم نمبر ده يتغير؟ يعني ازاي اغيره؟ هل في هنا حاجة مهمة لازم نعرفها دلوقتي، ان انا بروح على options formulas formulas اعملها manual. هقول لكم كمان شوية بنعملها manual ليه، واخلي الماكسيمم iteration ب1 والماكسيمم تشينج ب1. مانيوال ديت معناها ان انا كل ما ادوس على F9، كل ما ادوس على F9 الاكسل هيبتدي يغير او يحسب كانه بادئ من اول مره. فانا دلوقتي عمال ادوس على F9 بمجرد ان انا خليت الكالكوليشن مانيوال والايتريشن بتاعتها بواحد، فكل مره بتك فيها على F9 بلاقي ان الراندوم نمبر بتاعي بيتغير. طيب هل انا ممكن اعمل راندوم نمبر من سامبلينج معين؟ اه طبعا ممكن. إيه الكلام ده؟ طبعا انتوا تقدروا تجربوه. انا لو رحت على الداتا هلاقي فيه داتا اناليسز وسولفر. الداتا اناليسز دي عشان اجيبها بسرعه كده انا بروح لفايل ممكن ما يبقاش موجود عندك، اد اوبشنز، هتلاقي هنا ادنز. لو انا نزلت تحت لو هي مش موجودة عندك في الاكسل هتلاقيها هنا، هتلاقيها موجودة اكسل واقول له جو، فهو هيبتدي يضيف لك الحاجات اللي مش موجودة عندك. فانا لو رحت لهنا للديتا اناليسز وهلاقي فيها حاجه اسمها راندوم نمبر جينيريشن، راندوم نمبر جينيريشن، فلو قلت له اوكي فهو عاوز هيسالني هيقول لي انت عاوز تكرييت هاو ميني فاريبلز، فاريبلز يعني هاو ميني راندوم نمبرز. بفترض قلت له انا عاوز 3. طيب 3 الثلاثة دول عاوز تخلق منهم قد ايه؟ يعني تعملهم تخلقهم مرتين او ثلاثة او اربعة. فانا لو قلت له مرتين، طيب الديستريبيوشن بتاعهم عاوز تعمل سامبلينج من يونيفورم ديستريبيوشن؟ لو قلت له اه يبقى هو هيخلقهم بين 0 اند 1. طيب لو انا هنا هحطهم في الاكسل فين؟ عاوز ابتدي احطهم فين؟ فانا لو قلت له عاوز احطهم في السيل دي جاست اعمل عليها كليك وارجع تاني اتك هنا واقول له اوكي، فهو كده هيخلق لي الراندوم نمبرز بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا كنت قايل لهم ثلاثة وكررهم مرتين ودلوقتي الفرق هنا ان الراندوم نمبرز دي هتلاقيها ثابته، انما الراندوم نمبر اللي هنا ده بيتغير مع الاف 9. يعني هنا انا لو كنت محتاج اخلق مجموعه من الراندوم نمبرز كبيره جدا زي ما كنا بنعمل في مونت كارلو ولها سامبلينج معين عشان استخدمها، بس مش هتتغير عالتانيها ثابته، انما دوت بيتغير مع كل حسابات وهنشوف الفرق ما بينهم كمان شويه. طب انا لو عاوز اعمل كاونتر، يعني حاجه انا مثلا في الام سي ام بي او في السيربنت او كودز بتاعت مونت كارلو كنت بعمل هيستوريز، هيستوريز يعني 1 هيستوري، فانا عاوز اعمل 1 هيستوري 2 هيستوري 3 هيستوريز، كل مره بعمل فيها جنريشن لهيستوري ببقى محتاج كاونتر يعد 1 2 3 اند سو اون. الكاونتر ده بسيط قوي، بافتراض انا حطيت هنا السيل ديت انا حطيت فيها 0 عاوز اغير تسميتها، بمعنى ايه؟ هي اسمها سي 6 اغير اسمها هنا، اقف على فوق هنا واكتب كلمه ريسيت وادوس 0 سوري، فهنا سوري انا هبدا هنا اكتب ريسيت
هو عشان انا معرفها في حتة تانية فاسيوم ان انا كتبت هنا زيرو عادي. طيب هنا السيل التانية ديت اللي انا هسميها iteration هكتب فيها كونديشن بسيط جدا، هقول له اف ريسيت اللي هي السيل اللي قبلها اللي هي السيل دي اللي هي سي 6 ايكوال زيرو، حط زيرو، فحطيت كوما حط زيرو. الكونديشن التاني الاف كونديشن بكتب الكونديشن واف ترو واف فولس، لو اتحقق ان ده السيل دي بصفر حط صفر، لو مش بصفر حط اللي موجود في السيل اللي انا واقف عليها بلس 1. هي السيل اللي انا واقف عليها اسمها سي 7، احط عليها 1. معنى ايه؟ كاني في كل مره اشوف السيل دي بصفر ولا لا. طب لو طلعت بصفر يبقى السيل اللي تحت هتبقى بصفر، كاني بقدر اعمل ريسيت للكاونتر. طيب لو هي طلعت حطيت هنا اي رقم مخالف للصفر هتلاقي في كل مره بيزود لي على السيل اللي انا واقف عليها اللي هي سي 7 1. فانا دلوقتي لو دوست اف 9 هتلاقي ان دي بصفر ودي بصفر، انما لو حطيت هنا 1 وابتديت ادوس على الاف 9 اروح تاني اتاكد ان اوبشنز انيبل، اتك على انيبل اتريتيف كالكوليشنز، لازم اتك على انيبل اتريتيف كالكوليشن. طيب هنا بتك على اف 9 جايز الاكسل شيت بتاعي فيه بس مشكلة، احنا هنشوف الكاونتر ده كمان شوية عشان انا حاطط شيتس كتير وفيها مونت كارلو كالكوليشنز كتير، فانا اعتقد ان ده السبب، بس هي بنكتبها بنفس الاسلوب زي ما هنشوف كمان شوية. لو كانت السيل دي بزيرو حط زيرو، اذروايز حط بسي 7 بلس 1 اللي هي اتريشن بلس 1. وهنا لو اتكيت على اف 9 هو جايز عشان الاكسل شيت بتاعي هيفي شويه، ف بس احنا هنشوفها حالا دلوقتي في الشيت اللي بعده. انا قلت له هنا اوكي، لا هي كده اشتغلت اهيت، انا كنت نسيت ادوس اوكي. فانا في كل مره ادوس اف 9 هتلاقي ان الكاونتر بتاعي بيزيد. طيب عاوز ارجعه للصفر تاني احط هنا صفر وارجع ادوس اف 9 هتلاقيه رجع كاني ريستارت صفر. طيب الاور سهله جدا، لو انا عندي هنا 1 و0 سهل اكتب كونديشن الاور قوي، يعني مثلا ممكن اكتب كونديشن اف اور ده equal 1 or ده equal 1 حط 1 otherwise حط 0. يعني لو السيل الاولانيه بتساوي 1 او السيل الثانيه بتساوي 1 حط 1، لو الكونديشن الاولاني ده ما اتحققش حط 0، فهو هنا هيحط 1. طب اوتوماتيك لو انا غيرت هنا الاور يا ده يا ده، لو انا حطيت هنا صفر فاكيد ودوست اف 9 لان لاحظوا ان انا الاف 9 دي بتخليني عاوز احسب لازم اتكل اف 9. طيب عشان انا واخد الكالكوليشن مانوال، لو انا غيرت اي واحد فيهم بواحد وليكن ده واتكيت اف 9 فالاور هتبقى بواحد، لو انا خدت ده كمان بواحد فالاور هتبقى بواحد. طيب الاند نفس الحكايه، ممكن اكتب الكونديشن اف and this equal 1 and this equal 1، لو التو كونديشن اتحققوا حطوا 1 otherwise حطوا 0. طيب فهنا هيتحط 1، طب انا لو غيرت دي بصفر خ...
خلاص دي هتلاقي الاند بقت بصفر، لان الاند لازم الاثنين كونديشنز يتحققوا اللي انا عامله. طب عاوز الكونديشن ده هو اللي يتحقق، بافتراض ان انا عاوز الزيرو والواحد هو اللي يتحقق، فكان لازم السيل الاولانيه اقول انها بتساوي صفر، فدي هتلاقي خلاص بقت بكام؟ بواحد. ممكن يبقى عندي كونديشن تاني اسمه الاف كونديشن، احنا خدناه خلاص وطبقناه هنا مع الايتريشن والاور، ان انا بكتب الاف. في حاجه تانية اسمها كاونت اف. لو انا قلت كاونت اف وفتحت القوس، الارقام دي الرينج بعرف له اول حاجه الرينج واقول له بيساوي واحد، يعني كاونت العدد او السيلز اللي فيها واحد، فدي اسمها كاونت اف اللي بيحصل فيها certain condition، ودوست انتر فهو هيطلع لي على طول باتنين. فكاونت اف ممكن برضو تعمل لي الكاونت بس if certain condition happen. في حاجة تانية conditional format، ساعات ببقى عاوز اخلي السيل وليكن السيل 1 ديت انا عاوز اخلي لها كلر مختلف لو في رقم مختلف ظهر عندي. زي ايه؟ لو انا جيت على السيل 1 ورحت هنا لهوم وهلاقي فيه conditional format، في highlights and rule، في less than greater than او new rule، انا هختار new rule condition 1. قلت لو السيل فاليو، اخترت في هنا الاوبشنز between not between equal to، انا قلت equal to 3، لو هي بقى تساوي 3 حط لون معين، فانا ممكن اعمل لها فيل بكلر معين واقول له اوكي. فهي امتى هتبان بالكلر ده؟ لو انا حطيت 2 مش هيحصل حاجه، طب لو حطيت 3 هتلاقي لونها اتغير. فانا ممكن برضو اعرف الكونديشنال فورمات، فابتدي اشوف الارمز مثلا في سيفتي سيستم معين، لو انا مظبط سيتنج في حسابات معينه لكالرز معينه الارقام معينه، ممكن ما يبقاش ايكوال تو، ممكن يبقى ليس ذان اور جريتر ذان حسب الكونديشن اللي انت عاوزه. في حاجه تانية هنا بنقول عليها جول سيك. جول سيك بافتراض ان انا عندي معادله زي دي وعاوز احلها بالاكسل، اكسل ممكن يحلها في ثواني طبعا باستخدام الجول سيك. هنا عندي y equal 4x plus x to the power of 5 plus exponential x. هنا اللي انا بحسبه y ده اللي انا عاوز احسبه، والx دي ممكن تاخد اي قيمة بافتراض ان الx بواحد، يبقى الy بتساوي كام؟ نشوف كده، يبقى الy بتساوي 4 في x plus x to the power، نكتبها هنا 1 4 الاكسبوننشال فانكشن والكوزاين فانكشن، انا بس مجرد نكتب بدايتهم هتلاقيها بتظهر، بفتح قوس وبكتب برضو كده اكس، علمت واقفل القوس تاني. ممكن الاقي فانكشنز كتيره موجوده، حتى بيسل اي فانكشن، في فانكشنز كتير جدا موجوده في الاكس. فلو دوست انتر فدي قيمه الواي اللي انا حسبته 7 بوينت، قيمه الواي لما الاكس كانت بواحد. فانا برضو عشان لو قلنا الفانكشنز، لو انا قلت له insert formulas، في عندي هنا الفانكشنز كلها بتاعت الماثماتكس ممكن اعمل لها insertion، او لو كنت عارفها بكتبها direct، cosine بكتب COS، sine بكتب SIN، الحاجات اللي احنا عارفينها، وبفتح قوس واقفل واكتب الحاجة. طيب الجول سيك بيساعدني بقى ان انا اعرف
قيمة الاكس لواي معينة. بمعنى ايه؟ انا ممكن لو فتحت هنا what if data, what if analysis واتكيت على goal seek. goal seek انا عاوز السيل اللي انا واقف عليها دلوقتي اللي انا كنت واقف عليها الفاليو بتاعتها تبقى ب10 by changing which cell, this cell اللي هي الاكس. يعني انا عاوز قيمة دي تبقى ب10 بتغيير الاكس واقول له اوكي. فهو دلوقتي هيبتدي يحسب اوكي يوصل لي دي الاقرب فاليو بالتشينج بتاع قيمة الاكس ويحسب لي قيمة الاكس المقابلة. وممكن الجول سيك ده يبقى لو انا عامل تيبل, لو انا عندي بارامتريك ستادي, يعني انا هنا حطيت A وواخد الA هنا حطيتها بواحد وراسم ادي قيم الاكس وقيمة الواي باستخدام المعادلة دي. يعني هنا بحط الاكس بواحد تطلع لي الواي دي, هنا بحط الاكس باتنين تطلع لي الواي دي. يعني اتكيت هنا هتطلع المعادلة اهي, بس مستخدم قيمة الA من هنا اللي هي الA equal 1. هنا برضو ممكن الكيرف ده اعمل بارامتريك ستادي بافتراض ان عند الاكس بتساوي 3 انا عاوز الفاليو دي تتغير. هتلاقوا كل قيم الكيرف دي اتغيرت. مثال انا ممكن اروح هنا عند وات اف اناليسيس جول سيك عاوز القيمه دي تبقى مثلا ب10 المره دي باي تشينجينج ذيس بارامتر. بقول اوكي. فهو هيبتدي دلوقتي يعمل الجول سيك يوصل لي الحاجه اللي انا كنت عاوزها ال10 ويادجست كمان القيم الثانيه, وتلاقي الكيرف اتغير زي ما انتم شايفين نزل لتحت لان بقى عندي قيم نيجاتيف. دي انترودكشن سريعه للاكسل. ناخد اكزامبل بقى يبين لنا ازاي ممكن اعمل اند واور. دلوقتي احنا نمشي بالطريقة البسيطة الاولانية, ان انا بافتراض انا عندي system components number 1 number 2 number 3 ادي 3 components. ال 3 components امتى يحصل الفيلير؟ لو اي واحد فيهم يحصل له, هما 3. فاوتوماتيك الايكويشن اللي احنا لسه متعلمينها دلوقتي ان بطبق بقول ان بيساوي زي الايكويشن اللي انا مديها لكم في الاديشن رول, ان بيساوي السمشن بتاع مجموعهم. فانا كتبت سم من سي 13 اللي هي دي لحد سي اي 13 اللي هي دي ماينس البرودكت بتاعهم يعني دي في دي, فنكتبها مع بعض كده كاننا لسه هنعملها من الاول. نكتبها مع بعض, هقول هنا ايكوال واكتب سم التلاتة دول دي البروبابيلتيز اللي عندي واقفل القوس ماينس ماينس وات افتح قوس واقول دي الاولانية في التانية بلس الاولانية في التالتة بلس دي في دي وكده خلاص دي الالترنت. طيب دولت بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بكتب بلس حاصل ضربهم زي العلاقة اللي خدناها بتاعت الادش. يطلع رقم. الرقم دوت خلاص عبر لي عن الجيت ده توتال probability of failure بتاعته قد ايه باستخدام الاديشن رول اللي احنا كنا متعلمينها من شوية. طب لو انا عاوز اعمل مونتي كارلو سيميوليشن للكلام ده ممكن يتعمل ببساطه قوي ازاي؟ ان انا باول حاجه هخلق راندوم نمبر. يعني انا هكتب هنا نشيل دول كده, عاوز كام راندوم نمبر؟ 3. ادي الاولاني وممكن اقف, شايفين المربع اللي تحت لو شديته كده يبقى كده هيعمل لي 3 راندوم نمبرز. هما دلوقتي زي بعض بس انا لو اتكيت F9 هيبان ايه؟ انهم بقوا مختلفين كانهم 3 independent random numbers. طيب
بعد كده بحط كونديشن. الكونديشن بقول له ايه؟ هتلاقي اف، اف ستيتمنت، لو كان الراندوم نمبر اقل من قيمه البروبابيليتي دي حط لي واحد، يعني معناه ان السيستم حصل له فيلير. طب لو طلع اكبر حط لي صفر. فانا كده اقدر اعبر عن الكلام ده بزيرو اور 1. فانا في كل مره هدوس فيها اف 9 هيطلع الارقام دي يا اما تبقى بزيرو ب1. النتيجه بقى بتاعتهم سهله قوي لان دي اور. امتى السيستم الاور تدين؟ لو اي واحد في دول بواحد هيبقى كل السيستم حصل له فيلير. فانا هنا ممكن الكاونتر اللي فوق ده لو انا حاطط له صفر هنا وقلت له اف 9 بعمل ايتريشن. عظيم. الايتريشن ديت انا في كل مره بحسب الرقم ده بواحد ولا بصفر وبعدين احطه هنا واعمل سميشن لعدد الوحايد او عدد الاصفار. لو قسمتهم على عدد الايتريشنز يبقى انا حسبت البروبابيليتي، والبروبابيليتي ديت مع عدد الهيستوريز اللي كل ما يزيد عدد الهيستوريز هتلاقيها بتقرب من البروبابيليتي الحقيقيه اوف فيلير. تمام. فانا لو هنا حطيت الكاونتر ده بواحد وابتديت اتك اف 9 زي ما اتعلمنا ازاي نعمل كاونتر من شويه، فهنلاقي هنا ان البروبابيليتي بواحد. الفيجر اللي فوق ده بيرسم لي البروبابيليتي وده الريلاتيف ايرور. فاتكيت اف 9 ابتدي لو انا ثبت ايدي على الاف 9 اوكي هتلاقي ان الارقام بتبتدي كانها بتعمل سيميوليشن للكيس اللي عندي، وكل ما الايتريشنز تزيد معناها ان انا بقرب من الرقم الحقيقي بتاع البروبابيلتي. لو قارنت ده بده يعني بعد 83 ايتريشن انا ابتديت اقرب من اللي انا كنت حاسبه بالبولين الجبر العادي. ده انا بشرح ببساطه وهنشوف ازاي الموضوع ده نخليه احسن قدام، بس احنا بنشوف اللوجيكس بس بتاع مونت كارلو بتبقى مبنيه ازاي. نفس الكلام ممكن اعمله على الان. لو تلاحظوا ان الفيجرز هنا لو انا ابتديت اعمل مور ايتريشنز هتلاقي الفيجرز هنا عشان انا ممكن اوصل لحد 10,000 ايتريشن، فهي مش باينه في الاول بس نشوفها في الاكزامبل ده بتاع الاند جيت. شوفوا الاند جيت، انا بدل ما كنت عملت برضو الراندوم نمبرز وحققت الكونديشن، بس امتى السيستم يفيل؟ لو التلاتة بقوا بواحد. فهتلاقي هنا مستخدم اند. بعد 1000 iteration ابتدى هنلاقي ان البروبابيليتي بتبتدي تثبت شويه، وده اللي كنا بنقوله في مونت كارلو ان انا بعد شويه هيستوريز لازم اكتر الهيستوريز عشان احسن الاستاتستكس. فعشان كده كل ما ازود الهيستوريز هتلاقي ان القيم بتبتدي تثبت عند القيمه الحقيقيه والريلاتيف ايرور بيبتدي يقل. طيب المثال اللي احنا خدناه من شويه بتاع الاور، هل ممكن اعمله بشكل تاني؟ اه ممكن اعمله بشكل تاني. هنا ممكن العدد القليل من السيميوليشنز ده ما يكونش كافي بالنسبة لي، محتاج عدد اكبر. فانا كل الحكاية ممكن اخلق هنا 3 random numbers. يعني انا لو هنا جيت قلت equal rand، لان انا عندي كام؟ عندي 3 1 2 3، فعملت 3 random numbers. اهو جيت هنا كتبت راند، فتحت القوس وقفلت. طيب ادي random number وجيت هنا مشيت لحد الاخر. ممكن اعمل عدد كبير من الراندوم نمبرز ان انا انزل لتحت سي لحد سل ولتكن 10,000 او 1000 زي ما انا عاوز. في كل مره هتك على اف 9 كل الارقام ديت هتتغير، كل الراندوم نمبرز هتتغير. طيب عظيم جدا. فانا دلوقتي هنا جيت عاوز اطبق الكونديشن. الكونديشن بيقول لو الراندوم نمبر اقل من البروبابيليتي ديت حط واحد، اذروايز حط صفر. فهو كانه بيعمل 3 راندوم نمبرز
corresponding للثري probabilities، كأن التلاتة probabilities بتعبر لي عن condition للجيت بالشكل ده. وبعدين أعمل OR، OR على السيستم ده. الOR لو أنا فتحتها هنا هتلاقي لو ده بواحد أو ده بواحد أو ده أي واحد فيهم بواحد حط واحد، يبقى السيستم فيل. طيب فكده كأني عملت كام مرة؟ كأني عملت سيميوليشنز كتيرة جدا أو هيستوريز كتير جدا، وليكن 1000 هيستوري، وأقدر أجيب الأفريج بتاعهم. يعني أنا ممكن أجي هنا أقول له هات الأفريج بتاع الأرقام دي، الأفريج بتاع البيهيفير بتاع الأور بتاع الهيستوريز دي. فأنا قلت له من H11 اللي أنا اللي هي أول قيمة لحد القيمة اللي هي H كذا، ودوست انتر، فطلع الافرج 0.788. الافرج ده ممكن ابدأ بيه الاتريشن. فاكرين في مونت كارلو لما كنا بنحسب كريتيكاليتي كالكوليشنز كان بيبقى عندي حاجتين، حاجة اسمها سايكل ونمبر اوف هيستوريز بير سايكلز. انا اعتبر دي كلها هي دي النمبر اوف هيستوريز. طب انا عاوز اعمل كام سايكل؟ ممكن اعمل الكاونتر يغير لي الارقام دي. طيب عظيم جدا، فاعمل ايه؟ عملت كاونتر. طب البروبابيليتي بتساوي ايه؟ بتساوي القيمة دي. عظيم جدا. وبعدين سم يعني ايه؟ يعني انا هعمل الصندوق اللي جنبه، لو الريسيت بيساوي صفر حط صفر، ده عشان اعمل ريسيت للصندوق ده او للسيل دي. otherwise حط السيل نفسها زائد اللي جنبها، فكده كأنه بيزود اللي موجود في السيل. طيب السيل الأخيرة اللي هي الأفرج بيجيب لي، بيقسم لي اللي أنا بعده في البوكس ده على number of iterations عشان يطلع لي إيه؟ يطلع لي probability بدقة أكتر. طيب عظيم. فأنا لو هنا جربت الكلام ده وقلت له هنا صفر ودوست F9، طيب طلع الأفرج بتاعه طولة 0.28. لو نلاحظ، لو كنا فاكرين المرة اللي فاتت احنا طلعنا 0.0808. طيب هنا طلع الأفرج 0.28، خدت الإتريشن بواحد، فابتديت أدوس على F9. لو دوست على F9 مرة فهتلاقي غير الرقم ده وحط لي صم جديد للرقم اللي طلع جديد، وحط افريج على عدد الاتريشنز. طب لو تنتني اكرر الكلام ده، فهتلاقي ان بوصل 0.808. طبعا انا ممكن اتنيني ازود اتريشن اسرع، فده عشان انا خدت نمبر اوف سامبلز كتير وبعدين مشيت كاونتر يعبر عن السايكلز. كان ممكن اعمل دول 10,000. عاوز اعرف دلوقتي عدد الراندوم نمبرز. انا هنا عملت 1000، يعني دول كده 3000. ال 3000 دول كررتهم 27 مره، فانا قدرت الاكسل بيعمل ات نو تايم نمبر اوف هيستوريز كبير جدا. عظيم. طبعا كل ما ازود الهيستوريز الريليتيف ايرور هيقل عندي. نفس الاكزامبل ده نشوفه في الاند. يعني الاند زي ما احنا شايفين إيه، هنا انا كل الحكاية عملت ضربت البروبابيليتيز لان ده في البولين الجبرا، وطلع الرقم 0.049. طب انا لو عاوز اعمل هيستوريز امتى دول يتحققوا؟ لو التلاتة بقوا بواحد، يعني حصل فيلير في التلاتة، ودي بتمثل ريدندنسي. هنا انا وصلت الايتريشنز بعدد كبير اهوت، ممكن ابتدي ادوس على F9 نجربها هنا. هنا بزيرو ودوست F9، هحط دي بواحد وابتدي ادوس على F9، هنلاقي ان البروبابيليتي بتاعتي بتبتدي تتغير، بقت هنا 0.45. كل ما ازود الايتريشنز هتلاقي ان قيمة البروبابيليتي ابتدت تقرب من القيمة الحقيقية. ده ازاي اغير؟ وكان ممكن اعملها بنفس الاسلوب اللي عملته المرة اللي فاتت، ان في الاند جيت برضو ان انا احط الكونديشنز، ادي 3 probabilities 1
2 3 وبدل هنا احط and واعمل 1000 random number واجيب الافرج بتاعهم وابتدي اطبق الايتريشنز على الافرج ده. فانا لو عندي ده بزيرو اف 9 غيرته بواحد، كل مرة هدوس فيها اف 9 هتلاقي الارقام هتبتدي تقرب من الرقم الحقيقي. فانا هنا وصلت ل 0.46 اللي هي قريبة قوي من 0.048. عشان نفهم السيستم ديت هناخد example system وليكن الفاير بروتكشن سيستم. الفاير بروتكشن سيستم عندي هنا ممكن يكون موجود في منشأة صناعية او في حتى في حاجة مباني ادارية او في مفاعل. ممكن يبقى عندي water tank، tank of water، وهنا عندي valve وبمب وفالف تاني وفي الاخر انجكشن نوزل. السيستم ده بيمشي ازاي؟ بيبقى عندي سموك ديتكتورز مثلا، وليكن الروم اللي انت عامل فيه قاعد فيها بيبقى فيها سموك ديتكتورز. السموك ديتكتورز لو ادت سيجنال ان البامب، يعني ادت سيجنال للبامب انها تشتغل، البامب هتشتغل وتبتدي تسحب الميه من التانك وتدخلها من الانجكشن نوزل. فكده خلاص انا عامل فايتنج للفاير. فهو السيستم بيبقى مبني ان انا يحصل لي الاول ان السنسور تديني الديتكتور او السنسور يديني alert يعمل تريجر لبامب، البامب تشتغل، الفالفز دي تكون مفتوحة، والووتر تبتدي تاخد من الووتر تانك للنظر. ويمكن يبقى عندي واحد او اتنين حسب الانجكشنز بوينتس بتاعتي. طيب ممكن لو السيستم ده كله حصل له فيلير ممكن يبقى فيه اللوكال فاير ديبارتمنت. يعني بمعنى ايه؟ ان انا ممكن يبقى عندي مطافي او وحدة مطافي موجودة، في احتمال انها توصل وفي احتمال انها يحصل لها فيلير انها توصل برضو. طيب عشان كده ممكن كمان الدية تخش جوه السيستم بتاعي. طيب السيستم ده هياخد باور منين؟ ممكن ياخد من الاوف سايد باور سبلاي، انما في حالات الحريقه ساعات الكهرباء بتقطع فبحتاج استخدم ديزل جنريتور. فانا ما هنا عندي تو باورز. لو انا عاوز اترجم الكلام ده للوجيكس زي اللي احنا اتعلمناها من شويه، لو مسكت لاين فيهم اول حاجه نشوف الباور سبلاي اللي هي الرسمه اللي في النص. امتى السيستم يحصل له فيلير؟ انا دلوقتي لاحظوا ان انا بتراك الفيلير وبمشي داون اب بعمل تراكنج الفيلير. امتى اقول ان الجزء ده حصل فيه فيلير؟ اللي هو الباور سبلاي. لما الديزل جنريتور يحصل له فيلير والاوف سايد باور برضه تفيل. فلو الاثنين دول موجودين حصل لهم فيلير هقدر اقول نو باور تو بامبس، يعني خلاص البامبس بتاعتي ما فيش باور تشغلها. قلت السيستم ده 1. طيب يبقى اول حاجه ده الجزئيه الاولانيه دي كلها تعبر ان مفيش باور سبلاي. احتمال الفشل تاني، الحاجات دي متوصله ان سيريز. طب نشوف كده. اول حاجه بامب 2، ان البامب رقم 2 اللي هي تحت ديت ان افيلبل، مش شغاله لسبب ما، عطل او في المينتنس او مش فيها فيلير، او ان الاكتويتور بتاع الالارم، يعني لما الالارم حصل عشان يروح البامب كان في مشكله فالبامب ما اشتغلتش، فده برضو حاجه تانية. او ان الاوبريتور نفسه فيل انه يشغل بامب 2، فدي كلها حاجات بتعبر عن بامب 2 حصل فيها فيلير او ما اشتغلتش. فكاني بصيت لبامب 2 هي جاي لها باور، ففي احتمال ان الباور ما تجيلهاش، رقم واحد. ان جاي لها سيجنال من فوق، في احتمال ان السيجنال دي ما توصلش، او وفي احتمال ان الاوبريتور ما يقدرش يشغلها. فالثلاث احتمالات دول يحققوا معناه ان البامب 2 ما اشتغلتش. فدولت
اعمل لهم اديشن، يعني اديشن لان هم كلهم اي واحده فيهم ممكن تؤدي للفيلير بتاع السيستم. عظيم. يبقى بامب 2 كده حصل لها فيلير. طب امتى كل السيستم ده يحصل له فيلير؟ لو التانك ما فيهوش ميه او ان افيلابل، ان فالف 2 1 كلوزد، ان الفالف ده كلوزد، او ان فالف 2 2 كلوزد. واحنا هنا كنا قلنا الاوب بتاع الترم ده كله البامب فيلير، اوكي، او ان الانجكشن نوزلز برضو فيها مشكله. لو حصل الكلام ده يبقى فيلير من الباس نمبر 2 كله. نفس الحكايه ممكن اكررها للبامب 1، للتراك اللي هو فيه بامب 1. امتى السيستم كله يحصل له فيلير؟ لو التراك 1، او هنا بقى بص يا مصطفى دي كده فيها ريدندنسي، او التراك 2 حصل لهم فيلير. يعني ما ممكن واحد فيهم يشتغل ستاند الون. طيب يعني ريدندنسي ممكن تقلل لي الفيلير بس برضو بتزود الكوست. فانا لو حصل هنا فيلير للانجكشن من خلال باس 2 اللي هو فيه بامب 2، او من خلال واحد الاثنين حصل فيهم فيلير، يبقى هيحصل اون سايت فاير بروتكشن سيستم فيلير. السيستم كله هيحصل فيه فيلير اون سايت، يعني لان ده السيستم اون سايت. في سيستم تاني مبني ان في الفاير ديبارتمنت نفسها هتبعت عربيه، وفي احتمال تيجي او ما تجيش، في احتمال انها تقدر تعمل تعالج الفيليور ده او لا. فكده كأن بتكلم على حاجه بنقول عليها في السيفتي ديفنس اند ديبث، ان انا حاطط مالتي بارير ابروتش. فانا ممكن في حاجه ممكن اعبر بيها عن السيستم الكبير ده. شفت انا مشيت معاه واحده واحده ازاي؟ ممكن اعبر عنه بان انا بحسب ادي الفاير حصلت، ده الانيشيتنج ايفنت. الرسمه دي بقول عليها اسمها ايفنت تري. فانا ده الانيشيتور، في احتمال انه ينجح وفي احتمال انه يفشل. طيب الرقم اللي انا هجيبه من هنا احتمال انه فشل، فلو دي البروبابيليتي ان هو يفشل، اكيد البروبابيليتي انه ينجح هيبقى واحد ناقص البروبابيليتي دي. فانا اقدر اعرف التراك ده البروبابيليتي بتاعته بكام، وتحت البروبابيليتي بتاعته كام، تحت فيل فوق سكسس. طيب دلوقتي سواء هو سكسس اور فيل، في سيستم تاني اللي هو الاوف سايت فاير بروتكشن سيستم. لو هو نجح يبقى الاولاني نجح والتاني نجح، ده ليه probability وده ليه probability. فهنا هيحصل minor damage، يعني الدامج اللي حصل عندي قليل جدا لان السيستم بتاعي نجح. طيب في احتمال تاني ان السيستم الاولاني، لاحظوا ان انا تحت، يبقى الاولاني فشل والتاني نجح. اوكي، اثناء ما الفاير ديبارتمنت بتاع الكوب بعت العربيه بتاعتها هيبقى عندي major damage. لو الاولاني فشل والتاني كمان فشل، لانه لاحظوا ان ده معناه دي البروبابيلتي ان التاني ينجح ودي انه يفشل. ان انا لو مشيت كده ان ده فشل واللي تحت كمان فشل، فبنقول كاتاستروفيك. احنا في الحوادث النوويه او في السيفتي سيستمز بتاعه المفاعل بنقسم السيستمز بالشكل ده. بيبقى عندي الفيرست شت داون سيستمز اللي هي الكنترول رودز مثلا، ففي احتمال انها تنجح وفي احتمال انها تفشل. طب لو فشلت في عندي سيستم تاني، ممكن يبقى عندي في المفاعل سكند شت داون سيستم. السكند شت داون سيستم ممكن ينجح وممكن يفشل. طيب الاولاني فشل والتاني فشل، ما بقاش في سيف شت داون، عندي كام سيستم ممكن يتعاملوا مع الاكسيدنت سيناريو ده؟ ممكن يبقى انا عاوز اريموف الهيت اللي بيحصل لها بروتكشن من الفيشن، فيبقى عندي مثلا ووتر انجكشن سيستمز او وات ايفر. فبقدر احسب البروبابيلتيز ان كل ليفل من الاكسيدنت يحصل. الاكسيدنت اللي بتادي الكور دامج، الاكسيدنت اللي بتادي
لإفكت معين أقدر أحسب probability بتاعتها إزاي. الـ event 3D بتقول إن ده نجح، أنا عارف هو بيفيل بـ probability قد إيه، فأقدر أحسب هو نجح بـ probability قد إيه، والتاني برضو. طيب التاني عارف إن هو نجح بـ probability قد إيه، طب لو أنا ضربت دي في دي فأنا هيطلع لي probability دي، طب لو ضربت دي في دي ما هيطلع لي دي، فأقدر أعرف الـ probability إن certain إن مجموعة من الـ systems يحصل لها failure أو مجموعة من الـ systems يحصل لها ده. كأني السيستم ده كله كده خدته على بعضه وعملت له مع سيستم تاني شبيه لي او مكمل لي في التعامل مع اكسيدنت معينة، وحسبت التوتال فيلير probability من وجهة نظر الكونسيكونس بتاع كل حادثة. ده ببساطة شرح اللوجيكس ازاي الناس بتحسب وليه حسابات الفيلير probability مهمة. الناس بقى السؤال المهم، هنجيب منين ارقام probability of failure؟ ساعات انا السيستم بتاعي وليكن نوع معين من البامبس، البامبس ديت بمنتهى البساطة ممكن تكون مش بس بتستخدم في البلانت بتاعي، هنا بيخش دور الاوبريشن اكسبيرينس، يعني ممكن البامب بتاعتي تكون شغالة في منشآت في نفس الظروف اللي شغالة في البلانت بتاعي او في المصنع بتاعي او في المفاعل بتاعي، شغاله في نفس الظروف، ومن من النتائج بتاعتها او الستاتستكس في فيلير probability ليها. ممكن الكلام ده يبقى في الارقام المشابهه، والرقم ده انا ممكن افترضه في البدايه، وممكن مع خبرتي في الصيانه وخبرتي في تشغيل نفس المنشاه اللي انا شغال فيها اعدل الاحتمال ده. فانا مثلا البروبابيليتي انا لسه جايب مفاعل جديد ما شغلتوش، البروبابيليتي انه يحصل فيه فاير قد ايه؟ انا ما عنديش اصلا اي ستاتستكس ابني عليها الموديل، لا بس ممكن اقول ايه، ممكن اقول ان ان ان, إن, إن عمليه الفاير انيشيشن فريكوانسي، ممكن اشوف ان في المفاعلات المشابهه او المصانع المشابهه في خلال كم سنة حصل كم فاير، فيطلع لي رقم معين يدل ان في certain event ممكن يحصل، والارقام دي ممكن تتنيها تتعدل باستمرار من وجهة نظر initiating event. فانا اقدر احسب per year ممكن failure probability او initiating event ممكن يحصل probability قد ايه per year. طيب انا لو عندي سيستم مكون من بامبز وفي عندي بتوع الصيانه قالوا لي ان التو بامبز دول في خلال السنه اللي فاتت حصل لهم فيلير مثلا 4 مرات، يعني شوف الاكزامبل ده ان حصل 4 فيليرز اوف تو بامبز تو ستارت ان ا سنجل يير وير اوبزرفد. اوكي، فالفور فيليرز لو توزعوا على التو بامبز يبقى اقدر انا عاوز اجيب البروبابيليتي. اوكي، طيب each pump has an average of 10 demand tests per month، يعني انا طلبتها تشتغل، ما هي فيل لما جيت اطلبها تشتغل فهي ده 10 تايمز، انا طلبتها 10 تايمز وكان عندي 12 months، فانا اقدر احسب البروبابيليتي ان يحصل لها فيلير بير demand. بالطريقة دي من خلال دراسة خطة الصيانة في المفاعل بتاعي أو في السيستم بتاعي، وممكن أقدر أحسب probabilities of failure لكومبوننتس معينة أو لبامبز معينة أو لفالف معين، أو لو مش عندي الكلام ده بشوف الديتا اللي هي متجمعة من التجارب المشابهة. وممكن احسب بالطريقتين، ان انا عندي probability بحسبها من حساباتي انا، وفي probability جاية من الديتا الاماكن المشابهة اللي فيها component بتاعي. عشان ابقى conservative اكيد هاخد probability الكبيرة اللي هي بتؤدي لان الفيلير لو السيفتي تهمني. فانا لو لقيت مثلا الرقم ده طلع مثلا 8.7
10 to the minus 2 per year وده 7.2 فانا هاخد الرقم ده لان هو اكبر فهيبقى more conservative من وجهة نظر حسابات السيفتي. فبكده الناس بتبتدي انت ممكن طبعا في كتب كتير بتتكلم في الحكاية دي ازاي احسب probability of failure لcertain component لانه لو تلاحظوا ان انا عشان اعمل حسابات اللي احنا عملناها لازم لازم probability دي تبقى given. طب هجيبها منين؟ يا اما من operation experience يا اما من الجينريك داتا. بس وعشان كده في المفاعلات حتى المفاعلات اللي ما بتشتغلش مهم نعمل فيها حاجة اسمها كولدرن ان اشغل السيستمز. لازم اشغل السيستمز عشان اعمل ابديت للبروبابيلتيز دي اول باول وتبقى عندي القيم بتاعتها بوضوح وتستد. ما ينفعش مش معنى ان المنشأة مش شغالة ان نسيب السيستمز كلها في الوضع انها ان هي مش بيتعمل لها صيانة او مش بتشتغل فما اقدرش ما يبقاش عندي استيميشن كويس للبروبابيليتي اوف فيلير لما اجي اشغل. طيب البيبر اللي انا اخترتها كان اسمها Improving Reactor Safety Systems Using Component Redundancy Allocation Technique. يعني هنا هو بيبقى عنده سيستمز المفاعل ده المفاعل المصري اللي هو الـ ETRR2 Reactor ودي اللينك بتاعت البيبر. هو فيه سيستمز كتير سيفتي سيستمز كتير الفيرست شات داون سيستم والسكند شات داون سيستم اند سو اون. السيستمز ديت كل سيستم ليه probability of failure وممكن هو بيدرس الافكت بتاع redundancy. يعني لو انا زودت redundant component زي valve او حاجة زي كده ده هيحسن probability of failure ولا هو اكيد هيحسنها بس المقدار قد ايه. ولازم عندي في الحقيقة لازم عندي trade off ما بين الكوست او الavailable cost او الaditional cost والprobability of failure اللي انا وصلتها. طيب البيبر ديت حسبة وطلعت for 3 cases الفرق ما بين 3 case 1 و case 2 و case 3 هو just عمل adding or removing زي ما بنقول redundant component. يعني هو شال redundant شال valve او حتى valve وشاف ده تأثيره هيبقى ايه على total probability of failure بتاعك. احنا هندرس two systems بس وهندرس two models دول اللي هو first shutdown system والchimney water injection system وهنطلع الرقمين دولت باستخدام المايكروسوفت اكسل. السيستم الاولاني الفيجر ده موجود في البيبر اللي هو بيتكلم على الشامني ووتر انجكشن سيستم. المفاعل المصري اللي هو البحث الثاني بيبقى هو اوبن بول رياكتور وممكن نتيجه وجود لوكا الليفل بتاع الميه في التانك يبتدي يقل. فانا عندي حاجه اسمها شامني ووتر انجكشن سيستم انها دايما بتحافظ على الكور الرياكتور كور كفرد ويز ووتر. فلما الميه تنزل في البول بتاع المفاعل لليفل معين بيبقى عندي فيه سنسورز. السنسورز كل مهمتها تخلي الشيمني ووتر انجكشن سيستم يضخ ميه في المفاعل لحد ما ابتدي اعالج الانيشيتنج ايفنت نفسه اللي هو الكوز اللي ممكن يكون لوكا او وات ايفر. فامتى السيستم ده كله بيفيل؟ هنشوف دلوقتي في الاكسل ازاي اقدر امثل السيستم ده وازاي برضو اشوف هو بيفيل. بس نشوف الكومبوننت سريعا كده. اولا في الرياكتور بول نفسه فوق الكور اكيد بالتاكيد يعني لازم يبقى عندي حاجه بنقول عليها ليفل سنسورز. الليفل سنسورز مين اللي هي بتحس ان في هواء؟ يعني بمعنى لما الميه تنزل والليفل سنسورز دي تبتدي تتكشف شافت هواء فهيبتدي يتريجر. وانا هنا مستخدم الريدندنسي برينسيبل عشان اقلل الفكره البروبابيلتي ان يبقى عندي 1 سنسور ان افيلبل. فعندي 3 سنسورز 1 2 3. الثري سنسورز دولت بيديتكت نفس الحاجه ان الليفل كده. لو الثري سنسورز دولت شافوا ان 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 حصل ان الليفل قل يبتدي السيستم ده المفروض يحصل له اكتويشن او يشتغل. بس في احتمال ان السنسورز ديت تفيل
يبقى الفيلير هنا ناتج ان السنسور هو اللي حصل له فيلير. السنسور اللي بيتكت ان الليفل بتاع الميه قل، فكده عندي ريسك ان الكور ما يبقاش متغطي. فمهم جدا ان انا اول حاجه افهمها ان في احتمال ان السنسورز يحصل لها فيلير، طيب، او ان السنسورز عملت ديتكشن بس القرايات السنسور حصل لها فيلير اوف ليفل ترانسميت، ترانسميتر نفسه النتائج نفسها ما اتنقلتش بتاعه السنسور، او ان الاوبريتور اللي واقف على البانل ما قدرش هو كمان يعرف ان الليفل بتاع الميه قل. فالاحتمالات دي كلها بتصب في حاجه واحده، ان انا حصل لي فيلير ان ديتكت ان الليفل بتاع الووتر قل. ده يؤدي ان السيستم كله ممكن يفشل، لان السيستم مين اللي هيعمله تريجرنج؟ يا اما الاوبريتور يا اما السنسورز وعمل الترانسميشن. فده يقول لي ان كده في عملت ديتكشن للليفل بتاع الميه قل. لو ده فشل كله يبقى انا خلاص السيستم ده هيحس، هيعرف منين إيه. طيب لو السيستم حس وعرف، السيستم نفسه ليه استراكشر، الاستراكشر ده ممكن يكون بيبقى فيه تريجرنج. اول حاجه السيستم ده بيبقى عباره عن تانكس بتتحط على اليفيشن عالي بحيث تنزل بالجرافيتي، الميه تنزل بالجرافيتي، وبيبقى فيه حاجه من عليها سولونويد فالف. وانس ان حصل للسيستم تريجرنج من السنسور او من الاوبريتور اكشن، السولونويد فالف بتفتح، فالميه تنزل بالجرافيتي على طول، تبتدي تعوض الميه وتخلي الليفل بتاع الميه دايما فوق الكور. ممكن السولونويد فالف نفسه يحصل له فيلير، وهم برضو ثلاثه عشان الريدندنسي برينسيبل. طيب فلو فشلوا الثلاثه يبقى في حصل فيلير السولونويد فالف. فدلوقتي هنا حصل فيلير السولونويد فالف، او ممكن انا اعمل تريجر يعني ادي الاكشن انه يحصل تريجر للشيمني ووتر انجكشن سيستم، والفيلير انه يحصل التريجر السيجنال نفسها هي اللي يحصل فيها فيل. طيب لو كل الكلام ده نجح، لو السنسورز بعتت والسولونويد فالف حصل لها تريجر وكل الكلام ده حصل، السيستم نفسه ليه استراكشر، يعني ان ممكن الفالف حصل فيه ليكج، او البايبز اللي بتنقل الميه من التانك لحد تحت حصل فيها كسر. كل الحاجات دي ببص للسيستم نفسه هل حصل فيه مشكله ولا لا. اللوجيكس دي لو انا جمعتها باند في حاله الريدندنسي، واور في حاله الحاجات اللي متوصله ان سيريز، ممكن تودي لي total failure probability of the chimney water injection system. لو رحنا للمايكروسوفت اكسل عشان نشوف الكلام ده، الحل هنا ممكن يبقى سهل. ادي السيستم هو نفسه اللي على اليمين ده، هو نفسه اللي احنا شفناه من شويه، نفسه هو بالظبط، وبالرولز اللي احنا اتعلمناها البسيطه جدا دي نقدر نحسب التوتال بروبابيليتي. فانا هاجي هنا ادي السيستم، انا عندي اول 3 كومبوننتس اللي هو الريدندنسي، هنلاقي البروبابيليتي بتاعت الفيلير بتاعتهم ثابته واحده، ومن البولينيال ممكن استخدم المالتيبليكيشن لان دي ريدندنسي، ان انا اضرب الثلاثه ببعض فيطلع لي بروبابيليتي. وكان في بروبابيليتي ثانيه هنا جنبها لو انتم فاكرين السيستم، ان اوريكم الرسمه، كان في بروبابيليتي ان الاوبريتور يفيل انه يديتكت الليفل لو ليفل، او الفيلير اوف ليفل ترانسميتر. فانا حطيت الرقمين دولت زي ما هم، ودول معمل لهم اور التلاتة، فهنا بطبق الاديشن لو، فكتبت الاديشن لو اللي هو السم ماينس كذا وبلس حاصل ضرب التلاتة. فانا بمشي مع الرسمة from down to up، وبعدين ابص للجزء ده، هنا عندي redundancy استخدم multiplication لو،
وهنا عندي اديشن، دول حاجات متوصله. السيستم عشان تشيمني ووتر انجكشن سيستم، الفالف يحصل فيه ليكج، البامب يحصل فيه كل واحده فيها لها فريكوانسي، ممكن جايبه من الصيانه او جايبه من الحاجات من السيستمز المشابهه، ويبتدي يبقى لها توتال بروبابيلتي. الكلام دول لو جمعت الاربعه دول هيطلع لي بروبابيلتي، لو بصينا عليها هتطلع 0.064504. الرقم ده نفسه لو رحت هنا للسلايدز الباوربوينت برزنتيشن هنلاقي هو نفس الكيس 3 دي اللي انا عاملها، هتلاقي 0.064504. ده ستريت فورورد كالكوليشنز باستخدام الاديشن لو والمالتيبليكيشن لو. طيب لو انا عاوز اعمل الكلام ده بمونت كارلو، اتس سيم ايديا، سيم ايديا، بدل ما كده كل مره بخلق راندوم نمبر، ادي البروبابيلتيز اللي انا عارفها وادي الراندوم نمبر وادي كونديشن. الكونديشن ده لو الراندوم نمبر اقل من probability حط 1، اكبر منها حط 0، وابتدي اعمل الجيت الاولاني، وهنا اعمل اند، يعني الجيت الاولاني ده يبقى اند. طيب كان عندي 2 راندوم نمبرز برضو بخل 2 probabilities، هنا ان الاوبريتور برضو ما يقدرش يعمل ديتكشن او ان يحصل فيلير للترانسميتر، فكنت برضو بعمل لهم راندوم نمبرز واخلق 0 و 1. فانا بمشي مع الليفرز برضو من داون تو اب. لو تنيتني ماشي كده وعمال اعمل راندوم نمبرز بالطريقه البسيطه اللي انا قلت لكم عليها، ان انا اقدر اوصل لهنا. الرقم ده هو المهم بالنسبه لي، هو ده اللي بجمعه، هو ده الرقم اللي بيبان لي هنا. يعني لو اتكيت على السيل دي هتلاقيها بتساوي اف 7، واللي انا بجمعه في السيل دي يعني كل مره يظهر هنا مع الايتريشنز او مع الكاونتر بجمعه هنا، ولو قسمته على الايتريشن يطلع لي التوتال بروبابيلتي. فانا لو حطيت هنا 0 ودوست اف 9 خلاص كده بادئ. فانا لو اتكيت هنا 1 وابتديت ادوس على الاف 9 لاحظوا الموضوع هيبقى سلو شويه. سلو شويه ليه؟ لان انا دلوقتي عندي اكتر من سيستم، ودي حاجه مهمه، ان انا يبقى اما يبقى عندي اكتر من السيستم هحتاج لعدد اكبر من الراندوم نمبرز عشان يوضح لي الحالة ايه او الوضع ايه. طيب انا ابتديت اسرع الموضوع شوية، في النهاية يعني لو كملنا هتلاقي ان الرقم ده بقى 0.064 يعني بنفس الاسلوب، وهتلاقي ابتدى يرسم لي هنا الار واشوف الترند بتاعها، هل المين بيثبت بتاع البروبابيلتي والريلاتيف ايرور بيقل قد ايه. فبكده بمنتهى البساطة اقدر اوصل البروبابيلتي بتاعت السيستم. كان ممكن اعملها بالاسلوب التاني اللي احنا اتعلمناه، اللي هو برضو ازاي، اللي هو ان انا عندي السيستم زيت، انا هنا كبرت الموضوع شويه ولده هيبقى اسرع وادق، ان انا هنا البروبابيلتي دي قلت عليها خلاص، انا مش كاتب بقى الارقام، ادي سمي دي هخلق لها راندوم نمبر 1، دي راندوم نمبر 2، راندوم نمبر 3. فكل بروبابيلتي موجود انا بدخلها كانبوت للفيلير بتاع كومبوننت، بديها اسم راندوم نمبر وبسمي كل جيت باسم، يعني ده اسمه اند 1، ده اسمه اند 2، ده اسمه اور 1، عشان ابقى عارف اللوجيك بتاعته. وادي، فانا عاوز الاوتبوت بتاع ده
اللي هو R2 والاوتبوت بتاع ده والاوتبوت بتاع ده والرقم ده واعمل لهم R عشان يطلع الفاينل ريزلت. تمام؟ فانا هنا لو جيت ادي الراندوم نمبر، ادي قيم البروبابيلتيز بتاع الفيلير بتاع، وادي اسمها R1 R2 R3. هنا عملت عدد من الراندوم نمبرز اهو، يعني لو بس كتبت دي كده ايكوال راند وابتديت اخد ده كده من هنا لحد، عمل لي وانزل تحت زي ما احنا اتعلمنا من عملتها قبل كده ونزلت تحت، فاقدر اعمل عدد من الراندوم نمبرز 1000 مرة 10000 مرة زي ما انا عاوز. في كل مرة من دول كل الحكاية اللي انا بعمله اشوف الكونديشن اتحقق ولا لا. بالنسبة للراندوم نمبر 1 امتى هنا الكونديشن ده يتحقق او معناه كومبوننت حصل له فيلير؟ لو الراندوم نمبر اتخلى اقل من الرقم ده يبقى الرقم ده هيبقى بواحد and so on. فانا كده كأني محتاج عندي 13 كومبوننت يبقى عندي 13 كونديشنز corresponding random number 1 up to 13. الاند مش بتعتمد على 13، ممكن تكون الاند بتعتمد على اول 3 بس، لان انا من الرسمه الاولانيه عارف ان R1 وR2 وR3 هم اللي بعمل لهم اند. طيب الاور بتعتمد على الاثنين دول بس، لان لو رجعنا للرسمه هنلاقي ان الاور بتحصل على الاثنين دول بس. الاند اللي بعدها بتعتمد على الثلاثه دول، واخيرا اخر اور هتلاقيها بتعتمد على الارز دي. فانا كل واحده فيهم كل اند واور هتلاقي بتعتمد على certain sequence. اخر واحده اللي هي اور 3 هتلاقي بقى بتعتمد على اللي طلع من اند 2 واللي طلع من اور 1 واللي طلع. فبكده تقدر تعمل الاور والاند، واقدر اجيب الافريج فاليو والستاندرد ديفيجن. كلمه ستاندرد ديفيجن بتبقى سهله قوي، بتكتب STDEV ستاندرد ديفيجن وتدي له الرينج. طيب فانا جبت الافرج، كل ده بيمثل 1 iteration. الافرج ده كله بيمثل 1 iteration. طيب اروح احط الافرج هنا، يعني لو اتكيت على دي كده هتلاقيها بتساوي السيل اللي انا كنت واقف عليها هناك. فحطيت الافرج هنا وعملت له سميشن وابتديت اقسمه على الايتريشنز، فالاقي ان الرقم عندي بيتحسن اسرع جدا وبقدر اوصل كل مره اتك على اف 9. يعني ما هنا هحط صفر، يعني هي فاكرين انها كانت 0.00640 نفس الرقم تقريبا. فانا لو انا عاوز كل ما ازود الايتريشنز واشوف السلوك بتاعها بالرسم ممكن اقدر اشوف عدد الايتريشنز الكافي. يعني هنا مثلا اهو، طبعا هنا يعني قرب قوي لان في الاول مخلق راندوم نمبرز كتير قوي عشان تعبر عن الافرج في الاول. جاست ان انا عمال اتك على اف 9 وابتدي اشتغل، فيبتدي الارقام تقرب من الرقم الحقيقي، بيحصلها اكيد فاريشن زي ما انتم شايفين، لحد بعد فتره معينه بتلاقي النمبر اوف ديسيمالز بيبتدي يثبت عند ارقام معينه. خلاص بقى مثلا فورس ديسيمال ابتدى يثبت. فكل ما ابقى عاوز اوصل اكيورسي عاليه، لو عندي احتمال قليل قوي بحتاج لنمبر اوف هيستورس كبير. فكل ما تلاقي الاحتمالات قلت عندك انت معناها ان انت محتاج هيستورس كتير عشان تقدر توصل الاحتمال ده. اوكي السيستم اللي بعده هتكلم عليه بسرعه، اللي هو بنقول عليه الفيرست شت داون سيستم. الفيرست شت داون سيستم مكون من الاتي، يعني كام شويه من شويه كان في سؤال بيتكلم ان بيبقى عندي سنسور مكون من ايه. الفيرست شت داون سيستم الاول بيبقى فيه انا كنترول رود عشان ينزل عندي، لو انا كنترول رود فروم اب من فوق عشان ينزل بالجرافيتي ممكن بحتاج ان انا اعمل له اكسلريشن. فانا محتاج احط جاز في تانك، الجاز في التانك ده بيبقى عند هاي بريشر. لو انا عاوز اعمل تريجرنج ان اخلي الكنترول رود ينزل في الكور
كل الحكاية ان انا بفتح الفالف، لو فتحت الفالف الجاز اللي عند ضغط عالي هينزل في حاجة زي البيستون هنا، البيستون ده هيزق الكنترول رود لتحت. طبعا لو شقلبت الرسمة دي او شقلبت كده، ممكن لو كان الكنترول رود بينزل من داون الرياكتور من تحت المفاعل، الانسيرشن بتاعه من تحت المفاعل، كل حكاية ان انا بس هعكس الرسمة دي واعمل انجكشن الناحية التانية. فده بيقول لي ان الضغط هنا، امتى السيستم ده يفيل بتاع الكنترول رود او الفيرست شت داون سيستم زي ما بيقولوا في الاي تي ار ار 2. اول حاجه ان الاسطوانه اللي فيها النيتروجين او الغاز، هم حاطين الاسطوانه اللي فيها الغاز، ان البريشر فيها يقل. في سنسور بيديتكت الكلام ده وبيحصل ترانسميشن، وفي اوبريتور ممكن ياخد الاكشن او الاكشن يتاخد اوتوماتيك. اوكي، والتانك نفسه لازم يبقى موجود، ما يكونش فيه فيلير. والفالفز دي انا موصلها ريداندنت، المفروض برضو ما يكونش فيها فيلير. السلندر اللي بره والبيستون والسيل او الاورينج اللي موجوده هنا المفروض ما يحصلهاش فيلير. ان الكنترول رود نفسه ما يحصلوش وهو نازل، ما يحصلوش ان هو يستك وهو نازل. فده كله وان ترين. وان ترين يعني ايه؟ يعني كل رود له نفس السيستم اللي انتوا شايفينه ده، وهما سيبريتد عشان اقلل الكومن كوز فيلير. طيب عشان ابص للسيستم ده في نفس البيبر هتلاقوا رسمه زي دي. الرسمه دي امتى يحصل فيلير لللو بريشر ديتكشن. السيستم ده لو هنا ده لو بريشر، في لو بريشر في التانك اللي هنا، يبقى هيحصل له فيلير. حلو، امتى يحصل؟ لو السنسور حصل فيه ايرور، لو الترانسميشن حصل له فيلير، لو الاوبريتور فيلد تو ديتكت اللو بريشر. لو التلاتة دول حصلوا يبقى هيحصل فيلير. الرقم ده احسبه ازاي؟ لو انا عارف الثري بروبابيلتيز ديت من قانون الاديشن اللي احنا خدناه، اقدر احط المعادله فاقدر اعرف التوتال فيلير بروبابيلتي للسيستم ده، للجزئيه دي بس. طيب لو حصل، ممكن تاني يبقى عندي هوز، لو عندي مثلا هوز بايب حصل لها فيلير مع السيستم ده مع الانسفيشنت بريشر، معناه الاثنين مثلا حصل لهم فيلير يؤدي للفيلير بتاع السيستم ده. والكلام ده برضو ممكن يكون موجود للفالفز، ان انا عندي 3 فالفز هم ريداندنت فالفز فليهم نفس البروبابيلتي اوف فيلير. هنا لو طبقت المالتيبليكيشن لو هتلاقي اقدر احسب التوتال بروبابيلتي ان 3 فالفز حصل لهم فيلير. ممكن ال 3 فالف، ممكن الكنترول رود يكون حصل له ستاك، ودي لها بروبابيلتي برضو، فانا حطيت قيمه البروبابيلتي. ممكن الاسطوانه دي نفسها حصل فيها مشاكل زي ايه؟ الفيلير اوف اورينج، الاورينج اللي موجوده هنا عشان تحافظ على البريشر ده. الفيلير اوف بيستون نفسه، البيستون نفسه حصل فيه فيلير، او الفيلير بتاع السلندر، السلندر نفسها هي اللي حصل فيها المشكله، السلندر اللي بره دي هي اللي حصل فيها المشكله. ففيلير اوف بنيوماتيك سلندر دي ممكن يكون بتعتمد على فيلير اكتر من حاجه. لو حصل هنا فيلير وحصل هنا فيلير وحصل هنا فيلير وفي probability ان الكنترول رود يستك، يبقى كل الترين ده كله، فانا عشان كده مسميه ترين 1، كل الترين ده حصل له فيلير. لو انا عندي قانون اللي هو 2 اوت اوف 6 زي ما احنا خدنا في الباوربوينت برزنتيشن او اللي انا لسه عارضها دلوقتي، كان بيساوي 15 في كذا القانون اللي احنا اثبتناه ده، لو عشان اجيب اللوجيكس بتاعته 2 اوت اوف 6 فطلع رقم. وفي ممكن الرقم ده ان الترينز كلها حصل لها فيلير، او حصل فيلير هم كلهم ممكن يبقوا سلام ما فيهمش مشكله، بس حصل فيلير ان انا اعمل لهم تريجر، ان انا اقدر اعمل لهم تريجر. فلو الاثنين دول اتحققوا يبقى ده التوتال فيلير بتاع الفيرست شت داون سيستم بالكامل. الرقم ده هنلاقيه 0.001038. لو انا رحت
شفت البيبر على اي بوينت 001038 ذا سيم بروفيت اوف فيليو. فده الاسلوب السهل او الحل السريع للكلام ده للفيرست شوت داون سيستم. طبعا انا لو شلت اي كومبوننت يعني نشوف الرقم ده. البيبر كانت مبنيه على فكره ان انا اشوف لو شلت مثلا ريداندنت كومبوننت ايه اللي هيحصل في بقيه في التوتال بروبابيليتي. الاكسل اوريدي هو عارف الكلام ده يعني عارف ازاي انا بعمل بيلد اب للحسابات. فانا ده عندي ريداندنت كومبوننت وموجود نتيجته هنا. ازاي اشيله؟ لو جيت للمعادله دي اعتبرت واحد فيهم مش موجود وليكن ده شلته بس كده. هتلاقي طلع رقم جديد هنا دي 202 يعني في الاخر اخر 3 ديسيمالز 202. لو انا غيرت وضربت في ده برضو نفس الديسيمالز. طب ليه نفس الديسيمالز؟ الريدندنسي يا جماعة شوفوا هنا دي الكلمة اللي انا كنت لسه الحاجة اللي كنت مجاوبها لمحمد الامان ان ممكن ريدندنسي تخلي لي التوتال بروبابيليتي قليله قوي. يعني بقت 1 انا ضارب حاجه دي تو ذا ماينس 3 ودي ماينس 3 وماينس 3 بقوا ماينس 9. ممكن تكون في قيم تانية اكبر منها باوردر اوف ماجنيتيودز وتبقى هي المؤثره زي الرقم ده. فمش اي كومبوننت هشيله هيحصل تاثير فوق فيه. طيب لو انا عملت نفس الكلام ده تحت هنا دول redundant components جيت هنا شلت اتنين يعني شلت كل redundant components هو one component كأنه بقى one component. الرقم هنا هتلاقيه اتغير خالص. الرقم هنا هتلاقيه اتغير خالص لان انا شلت اتنين redundant component بقى واحد بس. فهتلاقي التوتال probability of failure زادت طبعا. فانا بكده ممكن اشوف وممكن استخدم الجول سيك. على فكرة الجول سيك اللي انا علمته لكم من شوية ممكن في اول المحاضرة ممكن اسيت probability عند رينج معين وخلي التلاتة اللي هما مالتبليكيشن هو يعني انا احسب الرقم ده يعني اعمل الجول سيك ان انا عاوز الرقم ده برقم معين باي تشينجينج ذيس نمبر ومن الرقم اللي هيطلع لي هنا اقدر اعرف انا محتاج كام. لان كل حكايه انا اجيب الجذر التكعيبي للرقم ده او لو كان هو عاوز اجيب لو انا عاوز استخدم تو كومبوننتس على حسب الكومبوننت فيلير الواحد بقد ايه فاقدر اعرف انا محتاج اربعه منه ثلاثه منه قد ايه بالظبط. الاكزامبل ده برضو نفس الحكايه اقدر اعمله بمونت كارلو واقدر احسب. انا هرجع دلوقتي للباوربوينت برزنتيشن. الباوربوينت برزنتيشن زي ما قلنا ان انا هنا الفكره ان انا ممكن دلوقتي بمايكروسوفت اكسل ان انت في بيبرز كتير مش زي انا جبت بيبر من الاي تي ار ار تو لان ممكن يكون ناس حضر المحاضره دي شافت او تعرف المفاعل ده. انت هتلاقي بيبرز كتير في بيبرز على فكره برضو معموله الاي تي ار ار 1 المفاعل المصري الاول هتلاقوه موجود على النت تقدروا تعملوا الحسابات بتاع السيستم ساعتها. في بقى كتب وبيبرز كتير موجوده على البريشرايز ووتر رياكتورز او البويلنج ووتر رياكتورز. في العاده انت لازم تبقى عارف اللوجيكس الرسمه اللي هي زي دي للسيستم معين وعارف البروبابيلتيز وتقدر تطبق الطريقه اللي احنا اتعلمناها دي ان انت تحسب التوتال فيلير بتاع البروبابيلتي. طيب هل التوتال فيلير بتاع البروبابيلتي لوحدها كده هتخليني اشوف السيستم هيتعامل ازاي مع الاكسنت؟ لا. قلت لك ان انت زي الرسمه اللي احنا خدناها من شويه ان انا بحتاج اعمل ايفنت تري زي دي
والايفنت تري اشوف ايه الايفنتس اللي بتتعامل مع سيرتن انيشيتنج ايفنت. يعني انا دلوقتي الايفنت تري بيبقى عندي انيشيتنج ايفنت، يعني حصل مثلا لوس اوف باور سبلاي، ايه اللي هيحصل اول حاجه لو حصل لوس اوف باور سبلاي؟ مثلا زي الفيرست شت داون سيستم هيبتدي يشتغل، وممكن هو ينجح او يفشل، فلو فشل في سكند شت داون سيستم. طيب بالنسبه للباور سبلاي نفسه زي حادثه فوكوشيما اكسيدنت، طيب اللي حصل ان الاوف سايد باور سبلاي وقع، بعد كده في ديزل جنريتور. فانا السيكونس بتاع الايفنتس بيحدد لي في الاخر بيتارجت حاجه معينه، حجم الدامج اللي هيحصل في الرياكتور. وبالاسلوب ده اقدر احسب بالمايكروسوفت اكسل اي probability of failure لسيستم معين في مفاعل. اتمنى ان يكون انا قدرت اشرح بسرعه السيستم ده، اعتقد ان الفيديو هيبقى موجود معاكم وهيبقى فرصه تكرروا نفس الحاجات دي باستخدام المايكروسوفت اكسل، وابعت لكم ان شاء الله المايكروسوفت اكسل فايل.